تكون ليست ملزمة بشكل مباشر، ولكن بضغط من الدول للعلاقات بين الدول بعضها البعض من الجائز أن يعني يتم الضغط على دولة معينة لتنفيذ قرار معين بهذا الشكل. بالطبع هي إن لم تكن ملزمة فهي ضاغطة، لأنها تضع من يخرج عليها في موقع المخالف لما توافق عليه مجمل أو مجموع المجتمع الدولي. طيب، بما أننا متواجدين هنا في نيويورك وفي الولايات المتحدة الأمريكية، والعلاقات المصرية الأمريكية بتوصف بأنها علاقات استراتيجية، وبكثير من المرات بتؤكد الدبلوماسية المصرية بأن هذه العلاقات هي استراتيجية، ماذا تعني هذه الكلمة، وكيفية الحفاظ أيضا على هذه العلاقات لأكبر دولة في العالم والمتحكمة في العالم إذا صح التعبير؟ طبعا لا أود الخوض بالتفصيل في هذا الأمر. العلاقات المصرية الأمريكية تتعامل معها سفارتنا في واشنطن، وزميلي العزيز سفير معتز زهران هو سفيرنا حاليا في واشنطن، والسفارة في واشنطن تتعامل مع جوانب العلاقات الثنائية. نحن هنا نتعامل مع الجوانب الخاصة بالأمم المتحدة. بالطبع هناك أيضا بعد استراتيجي في التعامل مع العلاقات المصرية الأمريكية من السياق المتعدد الأطراف، هناك جوانب تعامل كثيرة لأنه الأمم المتحدة تتعامل في مختلف الأمور، الأمور الاقتصادية التنموية، الأمور الخاصة بنزع السلاح ومنظومة نزع التسلح، الجوانب الخاصة بالتنمية، الجوانب الخاصة بحقوق الإنسان، الجوانب الخاصة بالمسائل الاجتماعية، الجوانب الخاصة بالمسائل القانونية، فهي تمثل مجمل الأنشطة الإنسانية. وبالتالي هناك طبعا تنسيق كبير. الولايات المتحدة دولة كبرى، دولة عضو دائم لها حق الفيتو، فبالطبع هناك لها مصالح كثيرة ولنا أيضا مصالح كثيرة. وهنا التفاعل بالتأكيد لا يمكن أن تتلاقى هذه الرؤى والمصالح دائما، ولكنها أيضا لا يجب أن تتباعد دائما. هناك قدر من التوافق في أمور، وقدر من الأمور تحتاج إلى جهد لتقليل الفجوات، وأمور أخرى فيها توافق تام، لكن كل طرف بالطبع يدرك أن هناك المصالح المهمة لكل طرف. مصالح استراتيجية، علاقة استراتيجية يجب أن تقوم على مصالح استراتيجية. وبالطبع مصر كدولة مهمة في منطقتها، الولايات المتحدة كدولة مهمة على الساحة الدولية، لكل مصلحة في أن يكون هناك قدر من التعاون والتفاهم والتنسيق، وهذا بالطبع حادث في أمور كثيرة سواء على المستوى الثنائي وكما أشرت يتعلق بالعلاقات الثنائية التي تبشرها سفيرنا في واشنطن، أو على المستوى متعدد الأطراف. نحن هنا على تنسيق كبير في أمور كثيرة مع البعثة الأمريكية والوفد الأمريكي. طيب.